السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم نعيش طبيعيا. سعيدة بلقياكم مرة أخرى، ونتمنىكم يا ربي تكونوا بألف خير إن شاء الله. وشكرا جزيلا الشكر إلى جميع الأخوات الوفيات للقناة، وحتى الأخوات اللي التحقوا مجددا بالقناة من جميع بقاع العالم. شكرا بزاف على تعليقكم الجميلة اللي كتزيد تشجعني وتزيد تأكد لي بأن كاين ناس اللي باغا التغيير، كاين ناس بإذن الله اللي حابة تخوض معنا هذه الرحلة اللي غتكون ممتعة رغم المجهودات ورغم يعني التعب، ولكن طريق الرحلة مرحلة مع مرحلة إن شاء الله كنستمتعوا وكنتلذذوا بالنجاحات الصغيرة طوال هذه الرحلة بإذن الله. دونك تحت الطلب ديالكم الأخوات اللي بغاو التحضيرات لشهر رمضان، الله يبلغنا ويبلغكم رمضان إن شاء الله، ونصوموه صوم طبيعي بإذن الله، صوم فطري بإذن الله. دونك الحلقة غتكون مجزءة على عدة حلقات. دونك الحلقة هي تحضيرات رمضان وتحضيراتي الخاصة في ظل النظام الطبيعي، تحضيرات بسيطة ولكنها قوية، مستمدة جميعا من الطبيعة ومن الإرث ديالنا الطبيعي. العام السابق تكلمنا على يعني شنو الهدف ديالنا من الصوم في رمضان في ظل النظام الطبيعي. دائما غنركزوا على التحضيرات اللي كتكون يعني تحضيرات بسيطه لا تاخذ الوقت، وكتخلينا نركزوا على الهدف يعني الاسمى ديال رمضان سواء كان الدنيوي او الشرعي. على مستوى يعني الدنيوي اللي كيمس الصحه ديالنا كنركزوا على الجوع، وشعارنا في رمضان ان شاء الله اعطيتو عنوان لنتعلم الجوع ولنعلم اطفالنا الجوع. ان شاء الله غنتعلموا جميع الجوع الطبيعي، الجوع الحقيقي، الجوع الفطري اللي وفيه كل خير وفيه كل صحة افتقدناه ظل النظام القديم، لمجموعة من الأسباب اللي غنتكلم عليها في الحلقة القادمة، مجموعة من التفاصيل كيفاش غنتعلموا الجوع. دونك الحلقة ديال اليوم غتكون على تحضيرات رمضان، يعني التحضيرات يعني الفعلية اللي كتخص دائما السيدات متخوفين ماذا سنأكل في ظل النظام الطبيعي في شهر رمضان. اختي كاين كل الخير اللي غناكلو ان شاء الله، بما اننا شعرنا غيكون الجوع، يعني اي ماده كليناها اي ماده دخلناها للجسم ديالنا باذن الله ستفي بالغرض وستقوم يعني باهداف يعني باهداف يعني اسماء كالتنقيه وغيرها باذن الله. غنساعدوها بهاد المواد البسيطه ان شاء الله ولكن القويه باش تقوم بعمليه يعني بتثبيت عمليه الجوع والاستفادة بطبيعة الحال في تنقية الجسم، ويعني ونعطيو طاقة للجسم وحيوية بإذن الله. دونك فقط الأخوات يثقوا في القوة في الله بطبيعة الحال، ولاو يثقوا في الأنفس ديالهم. التحضيرات الحقيقية بالنسبة لي أنايا التحضيرات اللي غتساعدني في تعلم عادة الجوع بإذن الله. دونك أول مادة غنبداو بها، حنا بلد يعني بلد المغرب أو الدول المغاربية أو حتى الدول العربية معروفين بالتمر، يعني التمر اللي ما كيخطاش البلاد ديالنا الحمد لله، حنا بلاد التمر ولا بد تكون عندنا ثقافة التمر، يعني خصنا نبحثو ونقلبو ونرجعو ثقافة التمر عندنا. يعني عيب وحشومة علينا نكونو حنا بلد التمر وما تكونش عندنا ثقافة التمر، يعني خصنا نحيوها ان شاء الله ونتعرفو ونبحثو على التمر، الانتاج ديالو كيفاش كيتزرع والانتاج وحتى التخزين، اللي عملية مهمة اللي كانوا الناس القدام كيعطيو اهمية يعني قصوى واهميه جدا مقدسه، كانت طقوس لتخزين التمر لما له من اهميه، وكان هذا هو الزاد الحقيقي. راكم عارفين التمر غني على التعريف ملك الفواكه. اول ماده من التحضيرات اللي كتكون هي تحضيرات مسبقه في يعني في اللي كتدخل في التحضيرات السنويه، ما عندناش تحضيرات كما ولفنا في النظام السابق، يعني في اخر لحظه في شهر او اسابيع قليله بعد رمضان كانت هافتوا على السوق لاشتراء يعني مجموعه من الاشياء التي لا تفيدنا ولا تسمن ولا تغني من جوع. ان شاء الله في ظل النظام الطبيعي عندنا تسوق طبيعي وعندنا تسوق سنوي، وان شاء الله غنشوفوا هذا الشيء في الحلقات القادمه. تسوق سنوي اللي كيدخل في التمور في شهر اكتوبر، عندنا تسوقات موسميه وتسوقات اسبوعيه. التسوق السنوي عندنا مثل التمور ومثل الخروب غنشوفوا ان شاء الله مجموعه من الاشياء. التمر دونك كيدخل في ضمن التسوق السنوي في شهر اكتوبر او نوفمبر، دونك تسوق اللي كناخذوا كميه جد مهمه، يعني حسب افراد الاسره، يعني من 20 كيلو 30 كيلو، يعني على حسب الافراد واش حنا فرد عائله ولا كناخذوا كميه معقوله.
اللي كتكفي للسنه بطبيعه الحال، كيكون الثمن جد 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 مناسب، ورحمه من الله عندنا يعني تمور جد 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 متنوعه، يعني في متناول جميع الطبقات والشرائح الاجتماعيه. براده بالتمر كتشوفوا عندي هنايا، عندي عن ساريكم يعني نوعين من التمور. هذا التمر اللي كيقولوا له ترزاوي عندنا في المغرب هنايا، يعني تمر ما بين الجاف والرطب، وهذا هذا كيصبر، هذا النوع هذا حلو تبارك الله، المذاق جد حلو، يعني كنحتفظ به خارج الثلاجة، ولكن عنده طريقة هذا، يعني هذا النوع من التمر هذا كيكون رطب وجاف، يعني ما بين ليس بالرطب ولكن يعني يعني ما بين السوفت والجاف ودراي، هذا بين يعني مرطب الملز ديالو معسل وغادي الجفاف كما كتلاحظوا، ها هو من هنايا يعني غادي الجفاف. دونك هذا كنخزنوه بطريقه يعني في كيس من ثوب كما كتلاحظوا عندي، كيتقفل من هنا بحال الشكل هذا. عندنا الطريقه، عندنا القرفه كما كتشوفوا هي ماده حافظه بامتياز، هي هذه عندنا مجموعه من المواد الحافظه، من بينها كاينه القرفه وكاينه الزعتر، وغنشوفوا كل استعمال. دونك عندي القرفه، كناخذ بودره القرفه طبيعه الحال، كنقوموا برش القرفه في الكيس فارغ بحال الشكل هذا، كنرشوه كناخذو وكنرشوه في الاسفل، وكنبداو نديرو طبقه من التمر وكنرشوه كنديرو، يعني خصها تكون مطحونه بهذا الشكل هذا، وكنرشوه بهذا الشكل هذا طبقه من التمر ونرشوه طبقه من التمر ونرشوه، حتى كنساليو الكميه اللي عندنا في الكيس، وكنديرو رشه يعني مهمه من الفوق على التمر بحال الشكل هذا، وكنخ يعني خصنا نرشوا عليها كميه مهمه من القرفه ونخليوها يعني فقط في مكان، يعني يكون عندنا شرط هو ما يكون في مكان جاف عندنا وبارد في المنزل، يعني ما يكونش في المطبخ، وكنغلقوا عليه وكنخليوه. يعني القرفه راكم عارفينها غنيه على التعريف، تقتل لنا غتحافظ لنا على التمر، غتقتل لنا الا كان تكون كان وجود فطريات غتقتلهم، وغتحبس تكون فطريات الا كانت غيتكون. وبطبيعه الحال القرفه راكم عارفه حتى المذاق كتعطي مذاق التمر، ويعني غسل التمر يعني كيرجع التمر بالمذاق ديالو الاصلي، والقرفه راه ما كتزيدو غير مذاق رائع. هذه من جهه. عندي نوع اخر من التمر اللي كيكون التمر معسل، حنا دائما كنتكلموا على التمور ما كنتكلموش على البلح. البلح لا يخزن، عنده طريقه يعني الناس القدام كيفاش كانوا كيتعاملوا معاه، يعني الحلقه ديال النار ما غنتكلمش عليها. شوفوني وضع التمر كما شفتوني، حليتو في كيس هاد الاكياس هادي، عندي التمر ها هو، هذا التمر بوستحمي اللي دائما كنحكي لكم عليه، وهذا كناخذو التمر يعني في يعني ما خصش يكون البلاستيك، كناخذو التمر كنرشو، عندي انا الزعتر ها هو الزعتر كما كتلاحظوا هنايا، الزعتر او القرفه اللي بغينا. دونك انا هذا بما انه غيدخل للمبرد يعني الثلاجه وليس المجمد، يعني لانني يعني ما عنديش مكان يعني واسع في غنخزن كميات كبيره بهذا الشكل هذا، او في جرات طين كبيره، يعني هذا هو السبب اللي خلاني نخزن في الثلاجه. الناس القدام كانوا كيخزنوا بالثلاجه، شرطا نخزنوا التمور وليس البلح. يعني كناخذوا الزعتر كنحكوه مزيان او نطحنوه، كنحكوه مزيان كنفرشوه في الارضيه ديال الكرتونه، كنفرشوا الزعتر وكنحطوا التمور ديالنا، ونديروا الزعتر ونرشوه ونديروا طبقه من التمر، وهكذا وحنا كنعاود نكرروا العمليه، يعني كنلبسوه بالزعتر بحال الشكل ديال التين اللي وريتكم في الحلقات السابقه. يعني خصني التمر يكون محكوك مزيان، نرشوه عليه، وإلا كانت حتى إلا كانت وجود فطريات ولا يعني أي يعني أشياء يعني ضارة كتقتلها وكتمنع يعني نمو يعني فطريات أو بكتيريا ضارة جديدة، يعني بهذه الطريقة كنديرو طبقات من الزعتر بالشكل هذا، وكنغطيو بهذا الشكل، وضروري نديروه في اكياسها بهذا الشكل هذه محكمه الاغلاق. يعني كاينين هاد الاكياس او الاكياس اخرى اللي كتكون تفرغ من الهواء تماما بهذا الشكل هذا، لان بهذا الشكل لان هذا معسل هكا كنخرجوا منه الهواء،
وكنحطوها في الثلاجه. والشرط اللي في الثلاجه خصو يكون الثلاجه يعني في ظل النظام الطبيعي الاخوات كيتسالوا، هي عدم وجود اي مواد حيوانيه، بيض، لحم، سمك، الحليب او اشياء مطهيه يعني بواقي الاكل. التمر خصو فقط مكان بارد وليس مجمد، حنا ما غرضناش نجمدوا التمر. الشيء اللي كيخلي نحط في الثلاجه يعني ما عنديش مكان يعني كافي لكميه التمر اللي عندي تبارك الله، لا يعني ما عنديش فين نحطها في مكان بارد في المنزل. اضطريت نحطها في الثلاجه في المبرد بهذه الطريقه هذه بالاكياس، يعني كنوضع الكرتونات في الاكياس بهذا الشكل ونفس الطريقه، اما اكياس او قماش من ثوب. دونك هذه من جهه حنا سينا من التمور. التمور هو الماده اول ماده للفطور والسحور، هي التمور. كيجي من بعدها كيجي عندنا التين، تكلمنا عليه في عده حلقات. التين اللي كنوضع الكميه اللي غناكل كنغسلها ونوضعها في الزيت باش كتكون هي في متناول يعني اليد، سريعه الاستهلاك وحتى الاطفال. دونك التمر كيبقى الماده الوحيده اللي كنستهلكوها يعني بدون حدود في الفطور وفي السحور، هي اول ماده خصها تحضر لنا في تحضيرات رمضان. والان التمر الثمن ديالو كيتضرب في ثلاثه وكيكثر فيه الغش، استعمال مجموعه من المواد الكيماويه باش يعطي داك الشكل البراق والمتماسك والغير العفن وغيره. يعني حذاري من شراء التمور في هذا يعني في شهر او اسابيع قبل من رمضان. دونك غنحيدو التمر وغنمروا الاشياء الاخرى. عندنا هنا غنحيدو التمر باش نشوفوا شنو عندنا هنا. وفي المواد الاخرى اللي كانت داخله في التحضيرات ديالي يعني التحضيرات الموسميه هي الخضار اللي كنستغلوا يعني الفتره ديال الخضار وجودها يعني بكميه وفيره الحمد لله واقتراب انتهاء الموسم ديالها، يعني بتخزينها بطرق طبيعيه واللي كتعطيها يعني حتى قيمه مضافه كنستعملوها سواء في اطباق في سلطات كما لاحظتوا معايا او مرافقه للحساءات او حتى في تحضير الحساءات. دونك كما كتلاحظوا عندي الملفوف والجزر، عندي الجزر هنا اللي مقطع قطع كبيره كتخلل ببطء يعني لمده طويله. عندي هنايا هذا مقطع بقطع كبيره يعني باش نستعملها في الحساءات او حتى في الاطباق يعني في الطواجن وغيرها. عندي هذا مقطع قطع رقيقه وصغيره كما كتلاحظوا، هذا غنستعمله في السلطات باذن الله. دونك عطيتكم نوع من كل، يعني حضرت مجموعه من المخللات ديال الجزر والملفوف، يعني كنعطيكم فقط مثال من كل هذا. عندي الخرشوف اللي خللته كما كتلاحظوا درت له التخليل ديال الزيتون بحضور الحامض القارص او الليمون، نفس الطريقه ديال التخليل كيجي رائع صدقوني، الخرشوف المخلل كيجي رائع. وبطبيعه الحال عندنا الحامض اللي كنا شفناه هذا اللي غادي يرافقنا الاطباق ديالنا وحتى السلطات، اطباق نباتيه ان شاء الله كما غنشوفوا، وسلطات ديالنا او حتى العصائر ديال الخضر باذن الله اللي غترافق الاطباق ديالنا الرمضانيه باذن الله. دونك عندي اللفت كذلك غنخلي اللفت الاصفر كنوجد فيه. دونك هذه امثله من الخضر اللي غترافقنا في السلطات وفي تحضير الاطباق ديالنا النباتيه باذن الله وحتى الحساءات كما لاحظتوا معايا. دونك نديروا هذه على جنب. عندي هنا كما كتلاحظوا مخلل اعواد الكرفس، كرفس هذا سوال نديرو في الحساس نستافدو منه، والأوراق جففناهم يعني كما وريناكم ها هما أوراق الكرفس. كنا يعني من بعد ما غيبقاوش الكرفس كتعرفو ملي كيسخن الحال يعني الكرفس مكيبقاوش صالحين للإستهلاك سبحان الله، ما كيكونش حتى الرائحة نفس ليس نفس الرائحة، يعني كنجفو الكمية اللي غتكفينا وكنحضرو بها الحساس. أنا فقط وريتكم كمية بسيطة. وعندي نفس الشيء البقدونس المعدنوس الصفاره، دونك هذه الفرصه نجفوهم. دونك هادو درتهم مخللين نستعملهم في السلطه في العصائر ديال العصائر الخضار وفي الحساءات، راكم كتعرفوا الاعواد ديال الكرافس اللي هنا كاينه في الاعواد. هذا من جهه. دونك من بعد التمور كما لاحظتوا معايا والمخللات اللي كترافق لنا الحساءات، دائما عندي تركيز في الحساءات، عندي التركيز ديالي في التغذية في رمضان، عندي التركيز من بعد الفواكه كما غنشوفو. عندي عندنا الفواكه اللي كما كتلاحظو يعني الفواكه، من بعد نشوفو الحساءات. عندنا المزاح النبل المغربية،
كنينه في الفرنسيه مدى الحاله البرتقال، ودائما كنركز على الاشياء الغير مطهيه. دونك من بعد الفواكه، الثمور والفواكه والمخللات كما لاحظنا، كتجي عندي الحساءات كتاخذ دور مهم في التغذيه في رمضان وحتى خارج رمضان، يعني بمواد الموسم. ودائما الورقيات حاضره يعني بشكل كبير. الحساءات يعني في التحضيرات ديالي اللي وجدت اللي غنرافقها الحساءات عند الحماض اللي كنجفوها، يعني هذه الحميضة اللي جاتني من ديال تونانت، هذه الحميضة يعني نجفوها، الوقيته ديالها نجفوها باش كنستغلوها من بعد ما كتبقاش كتجف. هذه الحميضة ديال تونانت صفات عليا الام ديال الزوجة الله يخليها، ونشكرها من هذا المنبر جزيل الشكر، لان حتى التجفيف في المناطق اللي ما فيهاش رطوبة كيكون التجفيف ممتاز سبحان الله. دونك هذه غنخليها في ما نبغيها، غنطحن الكمية اللي غنستعمل، وصدقوني كتجيب الحساءات رائعة في أي تحضير بغيناه، حتى في الحساء في عصائر الخضر الطازجة، نسمو بها السلطات، نسمو به الأطباق ديال السمك كما غنشوفو إن شاء الله. عندنا المكون اللي وجدت أنا شخصيا هو أوراق البسباس، اللي كما لاحظتو المتتبعات الوفيات أصبحت من العاشقات ديال هاد الأوراق لأنها كتنسم بشكل عجيب سبحان الله. دونك كنجفوها دائما في الظل، يعني كتكون ما كتكونش تعرض للشمس بشكل مباشر، في مكان مهوى بطبيعة الحال كيتعرض للتهوية. وكنحصلوا على هذا وكنخزنوها ملي غنبغيها، غنطحن الكمية اللي بغيت، فقط كنديروا كميات بسيطة لأنه ملي كيتجفف المذاق وحتى المكونات كتكون مركزة. دونك كانت هذه من تحضيراتي، هذه كتدخل في التحضيرات الموسمية لان البسباس ما غينتهى الموسم ديالو. عندي نوع اخر من الورقيات اللي تاهو جففتو داخله في التحضيرات ديال، يعني ماشي بالضروره تحضيرات رمضان، هي تحضيرات الموسميه. عندي الحريق اللي تاهو اصبحت من العاشقات ديالو او المدمنات الا بغينا نقولوا، جميع التحضيرات الطازجه وشبه الطازجه وحتى المطهيه. دونك هذه كتدخل في الحساءات ديالي ان شاء الله. الحريق اللي كنغسلو، يعني دائما هاد الورقيات كنغسلهم وكنخليهم ينشفوهم ويجفوا في مكان دائما كما قلنا به تهويه في الظل، يعني كتدخل بدون استثناء في جميع التطبيقات. وكتعم الدور ديال الحريق، يعني لو تعرفوا الدور ديال الحريق يلازمكم طول السنه هاد الحريق هذا، وحتى في التجميل ان شاء الله والعنايه بالشعر والوجه غنشوفوا كيفاش غنستعملوا. انا شخصيا كنستعمل اخر من الورقيات هو بالنعمان. عندي هنايا الورود ديال شقائق النعمان اللي شفتهم على حيده، هادو غنستعملهم اما في الحساءات الا بغيت، او غنخليهم هادو شخصيا غنخليهم العنايه بالبشره وغنشوفوا كيفاش غنستعملوهم. وهادو الاوراق ديالهم الخضراء غنستعملهم في الحساءات وحتى في الشعر. دونك انا كنوريكم فقط كميه يعني بسيطه، مش نوريكم. عندي الماده الاخرى اللي غترافقني في رمضان ان شاء الله، اللي هي التحضيرات الموسميه للناس القدام. دائما يعني الناس كلشي القدام كانوا كيديروا تحضيراتهم الموسميه والسنويه، وهذه كتدخل في التحضيرات ديال الموسم. موسم الربيع هو البندق الشعير الاخضر اللي كيكون لم يجف، لم يعني لم يتم النضج ديالو، وكيكون مركز بمجموعه من المواد القويه كما كتعلمون. هو هذا، يعني الناس كيتسائلوا بانه اللون ديالو ما خصوش يكون اللون ديالو احمر، لانه فقط كيسخنوه في اناء من الطين باش كيحيدوا منه الرطوبه ليسهل الطين ديالو وليس بحرقه. يعني هذاك اللي كيكون احمر كيكون محروق بزاف، يعني فقط كانوا كيحيدوا له الرطوبه ديالو باش كيسهل طحنه في الطحان اليدوي كتعرفوا ديال الحجره. دونك هذا غيدخل لينا ان شاء الله في الحساءات ديالنا، خفيف سهل الهضم ما كيحتاجش طاقه الهضم. غيدخل كذلك في تحضير، يعني نتناولوه في مع التمر مع الزبده البلديه، يعني حساءات اللي كانت يعني اطباق اللي كانت كتحضر في السابق، اطباق بسيطه ما كتستهلكش الوقت في التحضير، وسبحان الله يعني الاخر لحظه كنوجدوها لاننا تحضيراتنا كتكون مسبقه تحضيرات سنويه وموسميه. دونك هذا غيدخل في الحساءات، وحتى الا بغينا في تحضير مجموعه من الاشياء نحضروا به فقط يعني قلبوا عليه في الاسواق الاسبوعيه، قلبوا عليه في الناس الفلاحه الصغار، يعني خصنا نبحثوا واللي بغى شي حاجه راه كيلقاها باذن الله.
دونك طبيعة الحال هاد الورقيات كتدخل الى جانب الخضار ديال الموسم كما كتعرفوا، القلع الاخضر، عندنا البازيلا، عندنا الفول، عندنا القوق، القرنون، ليزارتيشو، عندنا القرنبيط، الشوفلور، عندنا الفتل الاصفر، يعني الحمد لله عندنا مازال البصل الاخضر. يعني هذه كل الخضار كنستعملوها سواء في اطباق يعني عصائر، او نحضرهم سلطات، او نحضرهم كما شفنا حساءات شبه مطبيه مطهيه فقط في الماء الغليان، وكنكونوا بهذه الطريقه يعني استفدنا. دونك الاخوات اللي غيقولوا يعني الاستهلاك ديالي كيكون تقريبا نباتي الا حضور السمك، هو يعني الماده الحيوانيه الوحيده اللي كندخلها في رمضان، جد سهل بالمقارنه مع البروتينات الحيوانيه وما كيحتاجش طاقه كما كتعرفوا. دونك هو السمك بجميع انواعه، يعني الانشوبه، يعني الاستهلاك ديالها في الفصل هذا فصل الانشوبه، يعني نستهلكوها بجميع الطرق، وحبذا لو نستهلكوها يعني ما تكونش مطبوخه يعني لمده طويله كما اعتدنا كنطبخوا جميع الاشياء لمده طويله. السمك ماده قويه، يعني يا ريت لو نقدروا نستهلكوه طازج. انسب قضيه هو اننا نديروا الحامض، قليل من الزعتر، ونخليه يعني مرقد بالحامض وقليل من الملح والزعتر، وحتى الا بغينا الحامض المرقد. وبعد ذلك نحطوا لاخر لحظه في الطاجين، نكونوا طفين عليه فقط بخار ديال بخار يعني القدره ديال الطين، وبهذا ان شاء الله كنكونوا استفدنا منه يعني اكثر قدر ممكن باذن الله. الانشوبه اللي رقدتها في الملح، في حامض، الليمون، القرص، وقليل الملح، والزعتر، مطحون، وورق الغار، يعني خليتهم مرقدين مزيان يعني واحد 48 ساعه. وبعد ذلك غمرتهم زيت الزيتون وحطيتهم في هذا القرص في مكان بارد او في الثلاجه الا بغيتو. دونك هذا يرافقنا في جميع التحضيرات ديالنا في الحساءات، كيجيو رائعا صدقوني. في حساءات السمك احسن طريقه لاستهلاك السمك هو الحساء، ولا بغينا يعني في طبق طاجين نحطوه لاخر لحظه، نحطوه من طب الخضار ديالنا، نحطو الاسماك ديالنا او كويرات السمك. دونك هذه الماده الحيوانيه الواحد. لا استهلك البيض، البيض في الليل يعني ماده يعني صعبه الهضم في الليل، يعني نتفاداو البيض. يعني شخصيا ما كنستهلكش البيض في رمضان. الماده الوحيده كما قلت هي السمك. الحساءات كنركز على الفواكه، كنركز على التمر، وبهالطريقه غنتعلموا نجوع. يعني صدقوني هذه المواد هذه اللي يعني الاساسيه اللي تكلمت عليها هي كفيله، يعني كفيله باذن الله باننا تساعدنا نتعلموا عاده الجوع، لانها غنيه مجموعه من الاشياء اللي كراكم كتعرفوا. التمر فيه سكريات اللي راكم عارفين الاستهلاك ديالها والهضم ديالها، هي اللي غتقدر تعطينا حتى ملي نجوعوا في اليوم يوم الصيام غيكون الجوع، الجوع ديالنا جوع يعني من واحد لاش نقول لكم واحد جوع من جوده رفيعه الا بغينا نقولوا، يعني كنكونوا كنتحكموا في الجوع ديالنا، ما كيكونش هبوط السكر يعني حاد حتى وصل للغيبوبه او الدوخه او الغثيان، يعني كيكون واحد الجوع كنحسوا بالجوع، ولكن الجوع اللي كيكون الجسم ضابط الامور ديالو بفعل هذه المواد القويه اللي كنكونوا دخلناها بطبيعه الحال. بين المواد الاخرى القويه سواء في الفطور او السحور اللي دائما كتساعدنا على تعلم الجوع هو الخروب، اللي كيكون من التسوق، داخل في التسوق السنوي في شهر في شهر اكتوبر. كنبداو ناخذو باثمنه جد مناسبه، وكنخزنو عندنا يعني التخزين ديالو تخزين بسيط سبحان الله، ما كيحتاجش لشي تخزين معقد، فقط نحطوه في مكان جاف وبارد. دونك غني مشبع بالسكريات اللي راكم عارفينها، السحور مع العصائر او في الفطور كيغني الجسم وكيساعد سبحان الله حتى في التنقيه في اليوم ديال الصيام اللي خصنا نحسو به بالجوع. عندنا ماده اخرى يعني نكمل في المواد القويه، عندنا السمن داخل في التحضيرات. دونك هذا كان في التحضيرات السنويه، يعني تحضير شهر اكتوبر. تحضيرات ديالنا ديال الموسميه هي السمن، اللي هذا هو الموسم ديالو في الربيع، يعني داخل في التحضيرات الموسميه. السمن، الزبده البلديه المخمره هي هذه، رائعه في الحساءات مع الخبز الا بغينا، في الطواجن، في يعني في اي تحضير بغينا. السمن رائع، يعني كيساعد على
تنشيط داك الفلورا ديالنا البكتيريا اللي كتقاوم وكتساعد في التنقيه بطبيعه الحال. دونك هذه هي تحضيرات السمن، الزبده البلديه المخمره والزبده الاخرى المذابه. راكم عارفين اخواتي هي ما فيهاش الانزيمات الهضميه وما فيهاش وجود البكتيريا اللي كتكون هنايا في هذا السمن هذا، في هذه الزبده البلديه اللي يعني كتخمر اللي كنخليوها كتخمر لشهور وسنوات، والكميه ديال البكتيريا كتزداد وحتى النوعيه ديال البكتيريا سبحان الله كتختلف وكتزداد النوعيه ديال البكتيريا. دونك هذا من جهه. عندي مكون من التحضيرات الاخرى اللي دائما كانت عندي هي كما كتشوفوا بذور القرع الاحمر، لو تعرفوا الفوائد ديالها ما تفرقتمش كذلك جميع التحضيرات خاصه هكا طازجه كنعملوها، فقط كنحيدوا منها الرطوبة كنجفوها بدون ما نحمصوها، وكنطحنوها بالقشر ديالها كنطحنوها بالقشر، وكنستعملوها كما شفتوا في السلطات في العصائر في الحسائات رائعه في السمك، يعني حديت ولا حرج. تحضيرات اخرى اللي حضرت هذه الاطفال ديالي وحتى الكبار علاش لا، العجائن يعني هاد الباستا او المكرونه اللي محضره في البيت بطريقه سهله ان شاء الله غنحضرها لكم في الفيديوهات القادمه باذن الله. هذه الفلات نودلز هذه كما كتشوفوا اللي على شكل بحال الشكل هذا كما كنا كنشريوها من الاسواق، وهي محضره بدون بيض. غنتقاسم معكم الطريقه ديالها، يعني كنخليها كتجف بحال طريقه الكسكس كما كتلاحظوا، وكنديرها في ثوب. يعني هذه التحضير ديالها رائع والاطفال كيبغيوها، وعندي تحضير خاص لها اللي غتشوفوا غتغنينا من مجموعه من الصلصات اللي كنا مستنسين بها وكتكون غير متجانسه بطبيعه الحال. دونك هذه حضرتها خاصه للاطفال ديالي، يعني نوع لهم في الاكل ديالهم. كتعرفوا الاطفال عندهم اغراءات، وكاين هذه السباغيتي دو بشكل طولي خزنتهم كذلك جففتهم في المنزل بدون بيض. هذا اللون هذا الاصفر اللي كتشوفوا فقط اللون الخرقهم، يعني باش يشبهوا الباستا ديال الاسواق. يعني كانت هذه التحضيرات البسيطه ديالي بطبيعه الحال، ما كاينش تسوق يعني في قبل رمضان، تسوق يعني خاص لرمضان، تسوقات كلها سنويه موسميه وفقط للخضر اللي كتكون اسبوعيه هي والفواكه. يعني حنا اللي كنخلقوا ضجه كنرفعوا في الاثمنه ديال الاشياء، يعني حتى القطاني يعني كل شيء كيحدث عليه ضجه ولهفه غير معقلنه، في حين ان عندنا القطاني ديالنا كنكونوا اقتنيناها في شهر اكتوبر هي وجميع يعني القطاني او يعني هذه الحبوب الصغيره اللي تعرفنا عليها في القناه كلها يعني عندها تسوق سنوي. كيحدث غش، كتستعمل مجموعه من المواد الكيماويه غير والمواد الضاره بالجسم خاصه في شهر رمضان اللي كيكون شهر التنقيه. تكون عندنا ثقافه التسوق السنوي، التسوق الموسمي والتسوق الاسبوعي للخضر والفواكه كما قلت. دونك شعارنا في رمضان ان شاء الله هو لنتعلم الجوع نحو رقي غذائي باذن الله، لنعلم ابنائنا الجوع، لنكتسب هذه العاده عاده الجوع الجديده باذن الله. وان شاء الله في الحلقات القادمه غنشوفوا كيفاش يعني نحاربوا الخوف، حيت الخوف هو اللي كيخلينا ما نتعلموش الجوع، الخوف اللي كان عندنا من الجوع في ظل النظام القديم. ان شاء الله بحضور هذه المواد هذه اللي الا كانت عندكم غنتعلموا عاده الجوع وغنخليوها تكون هي محفزه لتنقية الجسم للطاقة وحيوية وخاصة للتركيز ونمو الأطفال اللي كنسطر عليه الجوع. الجوع للأطفال كيساعدهم على النمو اللي غنشرحوا هادشي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. دونك ما نطولش عليكم ونقول لكم رمضان كريم بإذن الله، كل عام وأنتم بخير، وانتظروا الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا على المتابعة، إلى حلقة قادمة بإذن الله. لنتعلم الجوع دائما مع التغيير، دائما نعيش طبيعيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.